بس من غير درب خضر ودرب حمر خلصنا. وش قاعد تسوي انت؟ ذيب بن ذياب يستفز داود حسين. هذا شر مطلق، اي واحد فيهم يقرب صوب العين طشروا راسه. ذيب بن ذياب هي الشخصية اللي عم بينافس فيها داود حسين بهالموسم الرمضاني في مسلسل عين الذيب، إلى جانب إبراهيم الزجالي، ريم أرحمة، محمد صفر وغيرهم. والشخصية اللي عم بيأديها داود شريرة لدرجة استفزته إلو. خلصنا. عملت شخصيات شريرة كثير، ولكن هذا شر مطلق. أنا بالنسبة لي أول مرة اللي أنا حتى وأنا كنت أدي شخصية كنت أقول حق نفسي اللي مش قاعد تسوي أنت، يعني عارفك، فكنت أنا ألوم نفسي، كنت أقول يعني الله أكبر على كمية الحقد. بس أنا دلوقتي يعني وصلت لمرحلة في 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 أداء الشخصية هذه إنه مرحلة عالية جدا. وداود تقمص الشخصية لدرجة عالية، فغير الأداء الملفت شفناه كمان بلوك جديد بناسبها، علشان الجمهور يشعر إنه هو بالفعل أمام شخصية حقيقية، إنك أنت تعمل جاهدا لوصول المشاهد إلى عنصر الإيهام في إنك أنت توهم هذا المشاهد إن الشخصية اللي قدامك هذه حقيقية. يجب أن تعمل على هذا، يجب أن تتعب على هذا، إنك أنت أيضا في نفس الوقت تساعد المكياج وتساعد أيضا المخرج وتساعد أيضا المؤلف في حتى في خياله وهذا. فالله الحمد الحمد لله. أنا وبعدين أنا بيني وبين نفسي شوية يمكن ريحت نفسي من عملية الصمغ واللصق اللي قاعد تصير والشغلات هذه اللي تصير في المسلسلات التاريخية. اللحية كل ما كانت طبيعية كل ما تكون أحسن، الضحكة تكون غير مصطنعة. والمعروف أنه داود حسين من أكثر النجوم الداعمين للجيل الجديد، خاصة من خلال صفحاته على السوشيال ميديا، فهو شارك الكثير من البوست من كواليس تصوير المسلسل وسلط الضوء على الأطفال. هذا ولدي شاطر، من أحلى الممثلين راح يكون مستقبلها إن شاء الله. الشباب هم نجوم المستقبل، الشباب هم نجوم الغد. فأنا يوم الأيام كنت شاب، يوم الأيام أنا وقفوا معي فنانين كبار، فبالتالي هي العجلة تدور، ويجب كما ساعدوك في السابق يجب لزام عليك أنك أنت تقف مع الشباب الجميل المبدع. فبالتالي الفنانين الشباب كلهم أنا أعتبرهم مثل أبنائي، وأفرح لما أشوفهم ناجحين وأعتز فيهم كلهم. وحبينا نعرف شو عم بيتابع داود حسين من الأعمال الرمضانية. أبدا ما عندي وقت كل شيء، يمكن تابعت كم حلقة من بطلوع الروح الأستاذة منة شلبي أو الأستاذ أحمد السعدني، وتابعت حلقتين ثلاثة من الاختيار، مخليهم لبعد رمضان إن شاء الله، لأن وقتها إحنا كنا قاعدين نصور مسلسلنا لغاية 20 رمضان، فكان من الصعب جدا إن أنا أشوف أي مسلسل. فالظاهر إنه من محبي الدراما المصرية، فمعقول نشوفه فيها قريبا؟ أتمنى من الله سبحانه وتعالى إنه يكون في عمل. وأنا بالنسبة لمصر أكيد محطة جميلة، محطة رائعة راقية بكل المقاييس. إذا صار في أي عمل أكيد راح تكونون أول ناس تعرفونه.